أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله
وورث سليمان داود وقال إن هذا لهو الفضل المبين وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا
ما شاء الله ما شاء الله. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن. وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون حتى فتبسم ضائكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من وأدخلني برحمتك في عبادك
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد لا إله إلا الله لا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله بارك الله يا شيخ أحسنت ما شاء الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد
ولد لقد خلقنا الإنسان في لا الله لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم.